نشرة أخبار الساحل وفيها استعدادات في الوكسوت لتنظيم حفل ترشح وزير الدفاع محمد وللشاق محمد أحمد في الانتخابات الرئاسية القادمة. مجلس الوزراء يصادق على مشروع مرسوم يحدد شروط توظيف وأجور الوكلاء العقدويين للدولة ومؤسساتها العمومية ذات الطابع الإداري. ماكي سال يفوز بعهدة رئاسية جديدة في السنغال وردود فعل متباينة في أوساط الجالية السنغالية بموريتانيا. تفاصيل أخبار الساحل من العاصمة الموريتانية نواكشوط. السلام عليكم. تتواصل الاستعدادات في العاصمة نواكشوط لاحتضان حفل ترشح وزير الدفاع محمد الشيخ لرئاسة الجمهورية في الانتخابات الرئاسية المقررة منتصف العام الجاري، ومن المنتظر أن يجري الحفل مساء غد الجمعة بحضور العديد من الشخصيات. أحمدنا سيد أحمد. حفل إعلان ترشح يحضره رؤساء من بلدان الجوار، حدث قبل الحدث، ويأتي بعد أحداث أبرزها رفض الرئيس المنتهية ولايته تعديلا دستوريا يمنحه مواصلة الحكم، منطق ما سبق موريتانيا إليه أحد من بلدان المنطقة، عله إخراج جديد تتطلب مواكبته دقة في التمعن. حفل الترشح ليس حفلا لتقلد منصب، لكنه يشبهه من حيث الاهتمام الرسمي، ليس من موريتانيا فحسب بل من بعض البلدان الإقليمية. رسالة حسب مؤيد الرجل الذين يتزعمهم الرئيس الحالي محمد عبد العزيز تتجاوز الإجماع الداخلي إلى شبهه في شبه المنطقة، وهنا مربط الفرس كما يقال، ما يمثل حجر زاوية بالنسبة للأغلبية المهتمة بتماسكها عكس المعارضة المخفقة في التوافق على مرشح تتوحد عليه. اليوم تستعد الموالاة للخروج علنا للاحتفال بمترشحها وضمنا بقدرتها على التوافق، لتكون ضربة معنوية مؤذنة ببداية السباق نحو كرسي الرئاسة. موريتانيا التي يبدو أنها تمر بمنعرج حقيقي ما دام من الحتمي أن تأتي الانتخابات القادمة برئيس جديد، تحاول جاهدة إظهار علو كعبها في النهج الديمقراطي، ولتنجح فيه تتحمل المعارضة جزءا من المسؤولية عندما تظهر ضعيفة ومنقسمة، ما يؤدي إلى عرج في النظام الديمقراطي الذي يبدو بدوره حتميا من أجل ضمان الاستقرار، خصوصا ذاك الذي يتطلبه الاستعداد للتعامل مع ثروات جديدة تتداخل فيها المصالح الإقليمية والعالمية وتحت إشراف شركات متعددة الجنسيات، ما يعني أن قوة المعارضة لا تعني مناضليها فحسب بل تتوسع لتنال اهتمام الجميع، لكن المعارضة يبدو أنها متنافرة في توجهاتها ولا تكاد تتفق على مطلب حتى ذلك المتعلق بضمان شفافية العملية الانتخابية. ومع هذا السلوك فإن الانتخابات حسمت قبل أن تبدأ، ليس في قوة الأغلبية لكنه في عدم قدرة المعارضة على الالتئام، وفي انتظار خطوة كتلك تواصل الأغلبية خطواتها المنسقة فيما يبدو أكثر من أي وقت مضى. أحمد نسيد أحمد، الساحل تي في، نواكشوط. شكرا لك أحمدنا. لمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا في الاستوديو الدكتور محمد بشير والساس والشيخ محمدي، محلل سياسي وأستاذ بجامعة ستراسبورغ بفرنسا ورئيس تيار الإجماع الوطني للموريتانيين الديمقراطيين. أهلا بكم. أهلا وسهلا بك وبالسادة المشاهدين. نعم، ما هي أصداء هذا الترشح حتى الآن على الساحة السياسية المحلية؟ بالحقيقة هناك فرح كبير يتلمسه المتأمل في المشهد السياسي المحلي، خاصة لدى الناس المؤمنين بالسيادة، المؤمنين بأن الدولة الموريتانية مقدمة على عرس ديمقراطي ليس له مثيل في العالم العربي، أول مرة يحصل تناوب بشكل مؤسسي، والدولة الموريتانية تستعد
لأن تكون يعني في قاطرة الدول العربية التي تمأسس لهذا التناوب الديمقراطي. بالتالي نحن نتلمس ونأمل بأن تكون هذا التناوب الديمقراطي، هذا التناوب السلمي، نموذجا يحتذى به في العالم العربي والعالم المغاربي، العالم المحيط بنا. وبالتالي نلاحظ بشكل كبير أن هناك ارتياح لدى المراقبين السياسيين بأن الأمور تسير على أحسن ما يرام، وسيكون هناك ستكون هناك مشاركة شاملة من جميع أنواع الطيف السياسي. وهذا أيضا مؤشر مهم. سبق وأن مرت الدولة الموريتانية منذ أشهر قليلة بعرس ديمقراطي آخر وشاركت فيه جميع الأحزاب السياسية. أيضا الآن سيشارك جميع أنواع الطيف السياسي، وبالتالي سواء أغلبية أو معارضة. نحن فرحون جدا بمستوى التلقي الذي نلاحظه لدى الموريتانيين، مستوى إعجابهم ومستوى تقديرهم لخيار رئيس الجمهورية وترشيحه وتعبيره عن خياره كنظام، خيار الدولة الموريتانية كنظام لمرشح الإجماع الوطني السيد معالي وزير الدفاع الوطني السيد محمد ولد الشيخ محمد أحمد الغزواني. وهذا في الحقيقة يعني هناك شعور لدى كثير من الموريتانيين بأن هذا هو الخيار الأفضل للاستمرارية المؤسسية والتجديد المنهجي. إذن ما وقع هذا الترشح على الساحة المنطقية، على يعني في المنطقة المحلية والإقليمية وكذلك حتى الدولية، وبالإضافة كذلك إلى الساحل، دول الساحل والمغرب العربي، هذه نقطة مهمة جدا. وأيضا هنا نلاحظ مدى نضج الشعب الموريتاني وإحساسه لهذه المسألة، لأن هذا المرشح يتمتع بصفات تجعله أيضا يحظى بمباركة الدول المهتمة بالشأن الموريتاني. وهذه الصفات الأساسية هي أهمها الحنكة والحس الجيوستراتيجي والتجربة المتراكمة، باعتبارها الرجل الذي قاد إلى جانب صديقي دربه رئيس الجمهورية، الرجل الذي قاد إعادة الهيكلة للمؤسسة العسكرية والأمنية في موريتانيا، وأيضا كانت له إسهامات رائدة في إنجاح فكرة منظمة جي 5 الساحل التي جعلت من الدولة الموريتانية بؤرة الوزن، يعني لباري سانتر أو مركز القوى في المعادلة الجيوستراتيجية بالمنطقة. وهذا في حد ذاته مؤشر في غاية الأهمية، لأنه يضمن للدولة الموريتانية أن تواصل لعب هذه الورقة وأن تكون يعني ركيزة مهمة في المعادلة الجيوستراتيجية والأمنية لمنطقة الساحل. وتعرفون بأن شركائنا بالتنمية الكبار، شركاء، نحن دولة ذات سيادة طبيعة الحال، لكن لدينا شركاء كبار بالمنطقة وشركاء دوليين، وهؤلاء الشركاء الدوليين بطبيعة الحال تهمهم مصالحهم، وبالتالي يرون بأن مرشحنا، مرشح الإجماع الوطني، مرشح السيادة والاستمرارية المؤسسية بأفكاره، بتجربته، بحنكته، بحسه الأمني الذي ذكرته آنفا، يقدم يعني ضمانات مؤسسية، ضمانات من حيث التجربة التي يحملها، من حيث الحنكة التي برهن عليها. وهذه الضمانات في غاية الأهمية لكي تضمن لموريتانيا أن تبقى شريكا ذا ثقة وشريكا يبعد على الاطمئنان والمصداقية لدى الشركاء الدوليين. هذه التجربة التي ذكرت تجربة أمنية عسكرية، هل يمكن لهذه التجربة كذلك أن تعوض الجانب السياسي كذلك؟ هل للرجل تجربة سياسية سابقة بنفس المنظور في تجربته العسكرية والأمنية؟ هذا معروف لدى الجميع، لكن من الناحية السياسية ماذا عن الرجل؟ من الناحية السياسية هو رجل ذو حكمة، ورجل ذو حكمة وصاحب الحكمة، عندما يقود دولة ولديه تجربة، وهذه التجربة السياسية، التجربة القيادية، الكاريزما التي لديه، يعني هي في حد ذاتها مرتكز أساسي لتجعل منه في نفس الوقت رجلا سياسيا يقود سفينة الدولة الموريتانية إلى بر الأمان في وسط
نحن نعرف مدى تعقداته، وهذا الوسط الذي نحن فيه، يعني منطقة الساحل عانت الأمرين من التحديات الإرهابية والتحديات الأمنية، ونحن واثقون بأن مرشحنا مرشح الإجماع الوطني هو الذي سيختاره الموريتانيون، لأن الموريتانيون حريصون على الأمن والتنمية. أدركنا الوقت للأسف، شكرا جزيلا الدكتور محمد بشير والأستاذ ولشيخنا محمدي محلل سياسي وأستاذ في جامعة ستراسبورغ الفرنسية ورئيس تيار الإجماع الوطني للموريتانيين الديمقراطيين، كنت معنا في هذه النشرة، شكرا جزيلا. وكديمقراطيين نؤمن بأنه سيفوز بالدور الأول إن شاء الله. صادق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي على مشروع مرسوم يحدد شروط توظيف وأجور الوكلاء العقدويين للدولة ومؤسساتها العمومية ذات الطابع الإداري، وأكد وزير الوظيفة العمومية سيدنا علي والمحمد خونة أن قطاعه بصدد إيجاد إطار قانوني لاكتتاب العقدويين في القطاع العمومي. هذا المرسوم يجي في إطار تصليحات استكمال التصليحات في قطاع وزارة الوظيفة العمومية. تعرفوا على أن الوظيفة العمومية فيها نوعين من العمال، فيها الموظفين وفيها العقدويين. الموظفين كانوا النصوص اللي يحكمهم اللي هي القانون 93.09 اللي يعدل 93 كانوا قالين مراسيم تطبيقية وعدلوا كاملين وانتهت ذيك المنظومة اللي ذكية وانعادوا الموظفين في تصنيف أسلاكهم الجدد اللي كانوا معدلين. بقى الجانب الآخر اللي هو العقدويين في الدولة ما كان عندهم إطار قانوني يحكمهم، إذا هو اللي عدل أعلن كانت فيها 10,000 من العقدويين في حالة هش وحالة ما هي قانونية ومطروحة مشكلتهم كيف تعرفوا كاملين. أعلنت وزيرة التهذيب الوطني السيدة نها بنت مكناس أن قطاعها سيعتمد ابتداء من العام الدراسي القادم عدة إجراءات لتحسين القطاع، من أبرزها حصر السنة الأولى من التعليم الأساسي في التعليم العمومي. هناك توجيهات انعطت أخيرا من فخامة الرئيس عن ينقبل الإجراءات طبعا ترتيب حذف سنة أولى من الخصوصي. ما نقدر نقول لكم الخصوصي في مرحلته الابتدائية كاملة لنحذف السنة الجاية به اللي يعود واقعيين يعود مهيئ ومنظم ومرتب، يقين إن شاء الله ربنا عاكفين على عن السنة الأولى من الخصوصي لا يعود إن شاء الله متى تخارقه ويعود نبدأ في العمومي الاكتتاب للجميع. أجرى الرئيس الغامبي أدام بارو سلسلة زيارات شملت منشآت أفطوط الساحلي عند الكيلومتر 17 على طريق نوكشوت روسو وميناء الصيد التقليدي بالعاصمة. يأتي ذلك في إطار زيارة يؤديها إلى موريتانيا بدأها صباح الأربعاء بهدف تعزيز العلاقات بين نوكشوت وبنجول حسب ما أعلن عنه. يمكث الرئيس الغامبي أدام بارو 3 أيام في موريتانيا، وقع خلالها مذكرة تفاهم في مجال المشاورات الثنائية المنتظمة وبروتوكول تعاون في مجال الصيد والاقتصاد البحري. زيارة بارو قادته إلى ميناء نواكشوط المستقل شريان اقتصاد موريتانيا، ثم مشروع أفطوط الساحلي للمياه الصالحة للشرب والذي يزود بها سكان العاصمة نواكشوط. سوق السمك كان إحدى محطات زيارة الرئيس الغامبي، زيارة جاءت لتعبر عن علاقة قوية تربط موريتانيا وغامبيا منذ أمد بعيد، وتضم موريتانيا جالية غامبية تعتبر الثانية من حيث العدد من بين الجاليات الموجودة، كما تحوي بانجول جالية موريتانية كبيرة معظمها تجار. العلاقات بين البلدين تتطور بسرعة، علما أن موريتانيا كانت على رأس بعثة تسوية الأزمة الانتخابية في غامبيا 2017 والتي أفرزت عن نجاح أدام بارو بالرئاسيات ما بعد يحيى جامع. محمد عمر بلول، الساحل تيفي نواكشوط.
رشحت موريتانيا الدكتور محمد الأحمر لمنصب المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم لعام 2019، حيث تحركت السلطات في الآونة الأخيرة لدعم ملفه، وسبق لمحمد الأحمر الترشح قبل عامين لنفس المنصب، حيث شكل منافسا قويا للمدير السابق الكويتي سعود هلال الحربي. المستشار في الرئاسة والأستاذ الجامعي والرئيس السابق لجامعة العيون والمدير السابق للمدرسة العليا للتعليم الأساتذة الدكتور محمد الأعمر مرشح موريتانيا لمنصب المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، لتجدد موريتانيا ثقتها بولعمر بعد خسارته في قيادة اليونسكو عام 2017 وبفارق 16 صوتا من أصل 21 لصالح المرشح الكويتي الدكتور سعود الهلال الحربي. وبعد هذا الترشيح قام وزير الثقافة الموريتاني بعدة زيارات لبلدان مجاورة تونس والمغرب والجزائر كدعم لمرشح موريتانيا للأوليسكو. الأوليسكو المنظمة التي تم إنشاؤها منذ 5 عقود وتضم في عضويتها 22 دولة تحت لواء واحد يهدف إلى تمكين الوحدة الفكرية بين أجزاء الوطن العربي عن طريق التربية والثقافة والعلوم كما ورد في المادة الأولى من دستور المنظمة. منظمة تطمح موريتانيا لزعامتها وإضافة ذلك لإنجازات دبلوماسية سابقة، فهل يتجاوز الدكتور محمد الأعمر هذه الاستحقاقات في محاولته الثانية بعد العام 2017؟ محمد الحافظ، الساحل تي في. أكدت النتائج المؤقتة للانتخابات الرئاسية في السنغال فوز الرئيس المنتهي ولايته ماكي سال من الدور الأول بنسبة 58.7% من الأصوات المعبر عنها في الانتخابات التي جرت يوم الأحد الماضي. وقد لاقت هذه النتائج صدى كبيرا لدى الجالية السنغالية في موريتانيا، حيث شهدت العاصمة نواكشوط احتفالات أنصار الرئيس ماكي سال بالفوز، إضافة لاحتجاجات لمناصري المرشحين الخاسرين رفضا للنتائج. عبد المؤمن أحمد. تماما كما عاشت الجالية السنغالية المقيمة في نواكشوط على وقع الحملة الدعائية للانتخابات في بلدها الأم السنغال، هي تعيش اليوم على وقع صدى النتائج القادمة من الضفة الجنوبية. اللجنة المشرفة على تنظيم الانتخابات في السنغال حددت اليوم الأخير من فبراير موعدا لإعلان النتائج. هناك مراقبين جاءوا جميع أنحاء العالم وأكدوا أن الانتخابات التي جرت في السنغال جرت بطريق صحيح وشفاف، الحمد لله، وهذا يؤكد على نجاح فضيلة مع سيدي ماكي سال نجاحا باهرا، فعلى المعارضة أن يهنئوه، ليس هناك أي خروقات ولا أي شيء، يعني هذا أمر واضح وضوح الشمس. رغم تأكيد اللجان التي أشرفت على رقابة الانتخابات على شفافية اقتراع 24 فبراير، إلا أن منافسي ماكي سال أعلنوا عن تسجيل خروقات. نحن اليوم رأينا هون شارع أمصاد السنغال هون في موريتانيا، مشكلنا عندنا هاي الدولة فور لا بريزانسيال 2019 فور كارت فور رئيس. اليوم رأينا هون كاملين لا توت لا كواليشن رايهم، هاد كواليشن ما ايدي رايهم ماديكي رايهم وعثمان سونكور مولي كامل رايهم، لي كات كانديدا qu'ils ont opposé avec Macky Sall aujourd'hui اليوم راينا كامل هون. الاستحقاقات في السنغال هذه المرة كانت الأسخن في تاريخ الاقتراعات الرئاسية بسبب ما سبقها وصاحبها من تجاذبات سياسية كانت لتلقي بظلالها على هذه الانتخابات لو تمت الاستجابة لدعوات أطلقها معارض النظام للتشويش على اقتراع 24 فبراير. عبد المنعم الأحمد، تلفزيون الساحل. اختتمت اليوم بمدينة إطار شمال موريتانيا المناورات العسكرية تمرين في الانتلوك المنظم من طرف القوات الأمريكية في إفريقيا أفريكوم. وكانت المناورات العسكرية التي شارك فيها 2000 جندي قد انطلقت في 18 فبراير الجاري واستمرت على مدى 10 أيام، وشاركت في التمرين وحدات من إسبانيا وإيطاليا وتشاد وقوات نخبة من الكتيبة الأولى للصاعقة والمضللين والتجمع الثاني للأمن والتدخل من الجيش الوطني.
قالت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي إن قوة برخان المنتشرة في الساحل تمكنت على مدى السنوات الثلاث الأخيرة من قتل 600 جهادي بالساحل والصحراء. أضافت بارلي في حديث لها أمام لجنة الدفاع بمجلس الشيوخ الفرنسي أن برخان صادرت طنين من الأسلحة، مؤكدة أن العام 2018 اتسم بما أسمته تسارع وتيرة تنفيذ الغارات ضد زعماء الحرب الجهاديين في المنطقة. وأكدت الوزيرة الفرنسية أن ثلث الحصيلة المقدمة لقتل الجماعات المسلحة تمت خلال العام المنصرم 2018، ومن أشهر القادة المسلحين المعلن عنهم مقتل محمد والنويني القيادي بجماعة نصرة الإسلام والمسلمين، ومامادو جوفا قائد كتيبة ماسينا خلال العام الماضي، إضافة إلى جمال عكاشة ويحيى أبو الهمام اللذين قتلا خلال العام الجاري. الآن إلى الموجز الاقتصادي مع عائشة لم. أهلا بكم في جديد الاقتصاد. وقعت موريتانيا واليابان اتفاقية داعمة للهيئة الوطنية للتفتيش الصحي واستزراع الأحياء المائية، يتم تنفيذها عن طريق الوكالة اليابانية للتعاون الدولي، وستمنح اليابان بموجب هذه الاتفاقية مبلغ 468 مليون أوقية جديدة للدولة الموريتانية. وقد وقعت المذكرة من طرف المختار واللنجاي وزير الاقتصاد والمالية وساتو مازا هيزا الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية اليابانية. نسلط الضوء على أسعار السلع في أسواقنا المحلية. كان سوق الخضار هو السوق الذي زارته كاميرا الساحل لرصد حركية هذا السوق وما يشهده من إقبال. التقرير التالي وتفاصيل أكثر عن سوق الخضار. سوق الخضار لا مكان هنا لسعر ثابت، فتلك التي تشهد ارتفاعا بالأمس تنخفض اليوم والعكس صحيح. رغم أن هذا الموسم موسم إنتاج للخضروات، إلا أن الباعة يشتكون من غلاء بعضها. السعر مالي ما شاء الله هوينة كارت موريتا 150 و 100 وسوبو مالي 100 واغنو وبلجيم 100 ومبطاس والأول مزارع وعار شوي مطاس موريتان لا مازال مرج مرة ما يجي وتو مستعد الأغنية ما شاء الله ما شاء الله. المغرب ملي نجيب جراق اسمه بافرو وخيار شيء أجن بتبع ما شاء الله باليوم بافرو كيلو 500 مليم لاحق وذا 400 وكارسينا قال يوم لاحق 250. خضروات بشتى الأنواع ومن دول مجاورة، وهو ما تقول هذه السيدة أنه يعود لعدم سد المحصول المحلي لحاجيات السوق من خضروات. نبغوا بعد كنا تبغوا متعاونون في شبين اللي عندنا ياسر من التركة يقدوا يمشوا يحرزوا من عند القوارب بقى إلى كهيدي هاي الحارزة زينة في كل شيء. يا قال الناس بين ما يجابر المادة ما يقدر حد يحرزها. سوق الخضروات أو ما يعرف بمسيد المغرب أكبر سوق في العاصمة نواكشوط لبيع الخضار، وهو وجهة كل سكان العاصمة وحتى الموردين للولايات والقرى الداخلية. أسعار الخضرة زينة دائما يا تزاد ويا تموني ما تزاد لا زينة والله لا نهارات عود خضرة ما خرجت عود وارة حتى ويا تموني تعود مولي زينة. نحن كنا احنا بعد كزبالة عيشوا نشرو هنا تياها يا صعبة لينا ويا تموني تعود مولي لباس. رغم اتساع هذا السوق وما يحمل في جوفه من اقتصاد وطني، يشهد إهمالا باديا من خلال الأوساخ المتناثرة في أرجائه. طنات الخام الأمريكية إلى 8.6 مليون برميل الأسبوع الماضي مقارنة مع توقعات بزيادة قدرها 2.8 مليون برميل وفقا لما أظهرته بيانات حكومية. وارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 1.18 دولار أو ما يعادل 1.8% لتبلغ في التسوية 66.39 دولار للبرميل. وزادت عقود الخام الأمريكية الآجلة 1.44 دولار 2.6%
لتبلغ في التسوية 56.94 دولار للبرميل، محققة أكبر ارتفاع بالنسبة المئوية في الأسابيع الأربعة الماضية. وارتفعت أسعار النفط بأكثر من 20% منذ بداية العام الحالي بعد أن اتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك مع منتجين ليسوا أعضاء فيها على خفض الإنتاج لمدة 6 أشهر بداية من يناير لتحاشي تنامي فائض عالمي خاصة في ظل ظفرة الإنتاج الأمريكي. تراجعت أسعار الذهب حيث بلغ السعر الفوري 0.8% إلى 1318.64 دولار للأوقية، وهبط المعدن الأصفر إلى أدنى مستوى منذ 15 فبراير عند 1316.43 دولار للأوقية في وقت سابق من الجلسة. وانخفضت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.5% في التسوية إلى 1321.2 دولار للأوقية، وارتفع مؤشر الدولار 0.2%. ومن بين المعادن النفيسة الأخرى هبط البلاديوم 2.5% في المعاملات الفورية إلى 1521.50 دولار للأوقية بعد أن صعد إلى ذروة قياسية عند 1565.9 دولار في الجلسة السابقة. وانخفضت الفضة 1.5% لتسجل 15.70 دولار للأوقية، في حين صعد البلاتين 0.9% إلى 864 دولار للأوقية بعد أن بلغ أعلى مستوياته منذ 8 نوفمبر عند 871.94 دولار في وقت سابق من الجلسة. نهاية الاقتصاد، عودة إلى النشر. وبهذه النقطة نختم أخبار الساحل، تذكير بالعنوان. استعدادات في نواكشوط لتنظيم حفل ترشح وزير الدفاع محمد ولي الشيخ محمد أحمد في الانتخابات الرئاسية القادمة. مجلس الوزراء يصادق على مشروع مرسوم يحدد شروط توظيف وأجور الوكلاء العقدويين للدولة ومؤسساتها العمومية ذات الطابع الإداري. ماكي سال يفوز بعهدة رئاسية جديدة في السنغال، وردود فعل متباينة في أوساط الجالية السنغالية بموريتانيا. انتهت النشرة، أشكركم على حسن المتابعة، إلى اللقاء بحول الله.